الملف الأهم على الساحة العالمية، لأنه الحقيقة من أيام أعلنت شركة فايزر الأمريكية نتائج تجاربها للقاح لمواجهة فيروس كورونا. الملف ده هو الملف الأهم في إدارة جو بايدن، والحقيقة أنه يعني في تساؤلات عن علاقة الإعلان ده بفوزه في الانتخابات وقدرته على مواجهة التحديات، خصوصا في هذا التوقيت لم يتم الإعلان عن اللقاح إلا بعد إعلان عن فوز بايدن. الحقيقة أنه العالم كله يمكن بينتظر هذا اللقاح اللي بيمثل يعني بشرى سارة لمليارات البشر بعد ما عانى العالم من كورونا. الحقيقة أنه يعني شركة فايزر اللي أعلنت عن هذا اللقاح ده حصل بعد نتائج التجارب الإيجابية للمتطوعين، وكمان خلينا نقول لحضراتكم أنه وزارة الصحة المصرية أعلنت أنه هيتم حجز نسبة من اللقاح بتغطي حوالي 20% من احتياجات المواطنين في مصر. هنشوف تقرير عن اللقاح الجديد ونرجع لحضراتكم مرة تانية، لكن بعد فاصل قصير. جاءت اللحظة التي ينتظرها الجميع في مختلف بقاع العالم، سؤال يشغل بال الكثيرين الآن بعد تردد أنباء عن أن لقاح فايزر الذي تم الإعلان عنه بعد أن أظهر نتائج فعالة أثناء التجارب يحمي ما يزيد على 90% من الأشخاص من الإصابة بأعراض كوفيد-19 بعد أن خضع لتجارب شملت 43,500 شخص دون إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة، ويخطط القائمون على تطويره لتقديم طلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح بنهاية الشهر الجاري. ووصفوا هذا الإعلان بأنه يوم عظيم للعلم والإنسانية، ومن المنتظر أن يساعد التوصل إلى لقاح فعال بالإضافة إلى الأدوية الأخرى على تقليل القيود التي فرضت على حياة الناس منذ تفشي وباء كورونا. ويعمل اللقاح بطريقة جديدة تقوم على حقن الشخص بجزء من الشفرة الجينية للفيروس من أجل تدريب نظام المناعة على مواجهته، ويأخذ العلماء جزءا من الشفرة الجينية للفيروس التي تعطي تعليمات للخلايا عما يتوجب عليها بناؤه وتغلفها بدهون حتى تتمكن من دخول خلايا الجسم. وستكون هناك حاجة لجرعتين بفاصل زمن قدره 3 أسابيع. وقال خبراء في الصحة العامة والأمراض المعدية إن نسبة الفعالية كبيرة للغاية وتتجاوز توقعاتهم التي كانت تقول إن اللقاح فعال بنسبة من 50 إلى 60% فقط. واتفق هؤلاء على أن النتائج الأولية واعدة ومثيرة وقد تشكل ضوءا في نهاية المآسي التي أحدثها الوباء. وبعد وصول اللقاح إلى مراكز التطعيم يجب إذابته من 70 درجة مئوية تحت الصفر وحقنه في غضون 5 أيام، وإلا سيواجه التلف. وستقوم شركة فايزر بتوفير الشاحن الحراري لنقل وتوزيع وتخزين اللقاح باستخدام الثلج الجاف، وفي كل مرة يتعين على شركات التوزيع اتباع الخطوات ذاتها عند نقل كل كمية من اللقاح. وفي مصر عقب دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على إعلان شركة فايزر الأمريكية للأدوية بأن الإعلان مبشر جدا، ولكن يجب ألا نتعجل النتائج قبل اكتمال النتائج الإكلينيكية والسريرية التي تضمن مأمونية اللقاح. وأكد أن الحكومة المصرية قامت بالتفاوض مع شركة فايزر خلال شهر أكتوبر الماضي للحصول على 20% من احتياجاتها من اللقاح الجديد، موضحا أن نسبة 20% التي تعاقدت عليه وزارة الصحة تمثل الجرعات للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات الإصابة بالفيروس مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطقم الطبية. ورحب كل من الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن بإعلان شركة فايزر عن نجاح اللقاح الذي تعمل على تطويره. وقال بايدن إن إعلان اللقاح نبأ ممتاز، ولكنه سيستغرق شهور قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تغريدة مقتضبة عبر حسابه على تويتر قال ترامب: سوق الأسهم ارتفعت بشكل كبير، لقاح قادم قريبا، تقرير بأنه فعال بنسبة 90%، أخبار عظيمة. إسراء سعد، آخر النهار.